يا استاذ والله والله بصراحه كده ما بقدر احمل اجازه مجازه زي ما بتقدر ليه ما بقدر يا اخي البرنامج ده عندي سمعته يا استاذ يا اخي يا اخي لا ما عارف ده ما عارف انا تعبان كيف المهم يا اخي الله ما بتقول والله ضجرني يا استاذ يا استاذ احنا استضفنا كبار الفنانين في الوطن ما ممكن تجيب لي زول انا ما بعرفه ما سمعته بغني قبل كده ما شفت هذا الشكل ده ما بعرفه انا سمعته يا اخي سمعته والله انا ده خلاص اقول لك حاجه تستضيف انت انا لا استضيف لا ارجوك لا ارجوك لا شو كفايه كفايه تاني انت قاعد عم تقول لي زول ده في الحله يا استاذ انا برضه عندي سمعتي قاعد اخاف عليها يا استاذ وانا ده ارحل لا انا ارحل من الحين ما بجازف مجازفه زي والله ها ما بجازف تبغني لي يغني لي بالحيطه يا استاذ انا برنامج بيطلع بالحيطه بيغني لك تخيل يا استاذ تخيل يا استاذ انا برنامجي ده انت سمعه يا استاذ انا عملت سمعه لي برنامجي يا استاذ ما بستضيف لي زول ما بعرفه يا استاذ يا اخي انا بعرفه انت بعرفه يا اخي بعرفه انا كمان استضيفه استضيفه انت انت زادك ما مزيج انت والله عندك صوت والله انت بسمع ماي قبل روح اسمع انت والله استضيفه انت اسمع يا سيد الزول ده هتستضيفه انت يعني هتستضيفه انت لا لا استضيفه ما ممكن يا اخي اي مجازفه انا جازفه لكم يا اخي ما حتى مش عارف تستضيف يا استاذ يا استاذ ما عليك يا استاذ يا اخي بالراحه بالراحه يا ما بالراحه يا استاذ بالراحه تعرف هي لما هي بتحصل ضيف خلاص خلاص فاضي ما انت مش تستضيف ما خلاص عليك بس قطعوا لي براي وقطعوا لي براي يعني صورونا هنا وهنا عندك الله عشان امشي بمشي هاي بمشي امشي بمشي امشي بمشي يا اخي بمشي لا ما مو خلاص احنا ناجلها خلاص 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 ماشي يا اخي ماشي أخيراً حارتها.